إخواني في المحاضرة الخامسة من دورة الربط المعمارية 2017، مقدمة برعاية مكتب سامي برهاني لتقنية هندسة العمارة، سامي برهاني for Architecture Engineering Technology Office. سنقوم بنسخ Lecture 4 ومن ثم Paste ومن ثم تغيير الاسم إلى Lecture 5 ومن ثم Refresh ومن ثم فتح Lecture 5. الآن لعمل الأبواب نذهب إلى Architecture tab ومن ثم إلى Door. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى Load Family لتحميل الأبواب من المكتبة التابعة للريفيت 2017. لفت كليك على Load Family، نقوم باختيار ثلاثة أنواع مختلفة للضلفة، هنا ضلفتين للمدخل وضلفة هنا، ومن ثم لهذا الباب نوع آخر. بعد ذلك نقوم بلفت كليك على Load Family ولفتح مسار المكتبة للريفيت تلقائيا. يجب الذهاب إلى ريفيت هنا R ومن ثم Options. بعد ذلك نقوم بعمل File Locations ومن ثم Places. بعد ذلك اختيار المسار من هنا، سأريكم أين تجد المسار. نذهب إلى Computer من ثم Local Disk C. بعد ذلك من View نقوم بإظهار Hidden Items من ثم Program Data. بعد ذلك Autodesk من ثم نذهب إلى Revit 2017 RVT 2017 ومن ثم نقوم بالذهاب إلى Revit 2017. بعد ذلك Libraries، نقوم بفتح US Metric ومن ثم نضغط هنا ونقوم بتحديد كل المسار ومن ثم رايت كليك ومن ثم كوبي. بعد ذلك نذهب إلى الريفت ونقوم بالضغط على هذا الخيار ومن ثم نسخ المسار هنا، أو قبل لصق المسار يجب الذهاب إلى هنا إلى My Computer ومن ثم Local Desk C. بعد ذلك Program Data من ثم Autodesk من ثم Revit 2017. بعد ذلك Revit 2017. بعد ذلك Libraries. بعد ذلك US Metric ومن ثم عمل Open ومن ثم OK ثم OK. الآن عند الضغط على Lost Family سيتم فتح مسار المكتبات الغائية. الآن نذهب إلى Doors ومن ثم Residential ومن ثم اختيار ثلاثة أنواع، باب ضلفتين للمدخل، لنقوم برؤية كل الخيارات. نقوم باختيار هذا الباب ومن ثم هذا الباب ومن ثم الاختيار بكنترول والإلغاء بكنترول أيضا. نقوم باختيار ثلاثة أشكال هنا ومن ثم أوبن ومن ثم أوكي. الآن نقوم باختيار الشكل المراد من هنا من Properties، نختار ما هنا طرفتين. يجب عمل عرض الضلفتين متر وعشرون كما هنا. يمكن التحقق من ذلك بالميجر between two references التي اختصارها M1، التي قمت بوضع الاختصار بنفسي لها. الآن سأقوم ب edit type من ثم تغيير عرض الباب إلى 1 متر و20 والارتفاع 2 متر و20
من ثم نقوم بعمل apply من ثم okay. بعد ذلك سنلاحظ أن الأبعاد المؤقتة تؤخذ من منتصف الحائط. لاحظ معي، الأبعاد تؤخذ من منتصف الحائط، الأبعاد المؤقتة. ولتغيير هذه الخاصية نقوم بالذهاب إلى Manage من ثم Additional City ومن ثم Temporary Dimensions الأبعاد المؤقتة، نقوم بتغيير الـ Faces ومن ثم Opening بعد ذلك OK. الآن سنلاحظ أن الأبعاد تؤخذ من الحوائط الداخلية. الآن سنقوم بوضع الحائط إلى هنا. يمكن Space تغيير اتجاه الضلفة. سنقوم بالوضع ويجب عمل، لاحظ معي الأبعاد المؤقتة، يجب عمل كدفة 10 سم. لاحظ معي في الأعلى على اليمين كتابة 10 سم في الأبعاد المؤقتة، ومن ثم وضع الباب. لاحظ معي تم وضع الترغيم للباب، وذلك لأننا قمنا بتفعيل خيار من Architecture Door. قمنا بتفعيل خيار قبل وضع الباب، خيار Tag on Placement. لفت كليك عليه سيتم تفعيله. الآن سنقوم بوضع باب المدخل هنا. نقوم باختيار هذا الخيار هنا، من ثم Edit Type. نقوم بتغيير الـ Width إلى متر، ومن ثم الارتفاع إلى 20 متر، من ثم Apply بعد ذلك OK. نقوم بوضع الباب هنا. نقوم بتغيير أو عكس الضلفة فاتجاه فتح الضلفة ب Space هكذا. من ثم يجب رؤية الأبعاد المؤقتة، يجب جعل الكدفة 10 سم. الآن نقوم باختيار باب الحمام، أو يمكن عمل هذا الباب أيضا هكذا بضلفة 10 سم، ومن ثم عمل باب الحمام، أو يمكن أيضا عمل هذا الباب بكدفة 10 سم. يجب رؤية الأبعاد المؤقتة هكذا، من ثم عمل باب الحمام باختيار النوع الأخير هذا النوع، ومن ثم Edit Type. عرضه 0.80، ومن ثم ارتفاعه 2.2، ومن ثم Apply بعد ذلك OK. نقوم بوضع الباب هكذا. نقوم برؤية الأبعاد المؤقتة، كدفة 10 سم، ومن ثم لفت كليك لوضع الباب. الآن لنقوم بتغيير تسمية الباب ب على حسب مقاس الباب. هذا هو دور 1، من ثم هذا هو دور 2، وهذا أيضا دور 2، وهذا أيضا دور 2، وهذا دور 3 كالتالي. الآن سنقوم ب، لاحظ معي في 3D، سنلاحظ أن هناك خطأ في جلسات الباب 3D. لاحظ أن الباب إلى الأسفل. سنقوم برفع الباب، جلسة الباب سنجعلها على حسب مستوى الفلور. منسوب الفلور هو 0.60. سنقوم بالرجوع إلى 2D، ومن ثم تحديد الباب هذا الباب، ومن ثم من Properties نقوم بسيل هاي كتابة 0.60، ومن ثم Apply. نقوم بتطبيق في كل الأبواب الأخرى 0.60، وأيضا هنا 0.60، وأيضا هنا 0.60، وأيضا هنا
بوين 60 الآن نقوم بفتح 3D. لاحظ معي تم عمل الباب على مستوى 60 سنتيمتر. نقوم بالرجوع إلى جراوند فلور ومن ثم وإلى اللقاء في المحاضرة التالية.